السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا بكم. اتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال ويلقاكم في صحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم بريوات بالحوت، كيجيو رائعين مالحين ومذاق مختلف وكيجيو لذاذ بزاف. اتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم لاول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويخلي لي تعليق زوين باش نزيد نتحفز ونقدم لكم دائما الجديد المفيد ان شاء الله. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنا البنات عندي الفلفل الوان، توفرت لي الحمراء والخضراء، ممكن تضيفوا حتى الصفراء الا كانت متوفره عندكم، ممكن تكتفيو غير بالفلفله الخضراء. ضفت لهم واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغادي ندير شويه ديال الملح. البنات كما كتعرفوا هاد الفلافله هادو كيجيو رائعين في المذاق وبالخصوص مع الحوت كيجيو روعه. غادي نخلي هاد الفلافل ديالنا يتشحروا شويه حتى ينزلوا كما كتشوفوا، وغادي نحيدهم جانبا. في نفس المقله البنات غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نحاول ندوبها مزيان، وغادي نبدا نحط في هذا الفيلي ديال الحوت اللي كناخذو انا البنات مجمد من مرجان شرائح البانكا. تقريبا البلاستيكه فيها 5 ديال الفيلي ب 35 درهم، صراحه اقتصاديين وعمليين. هنا كنضيف لهم واحد الرشه ديال الابزار. الملح البنات ما تضيفوش، كنأكد عليكم، لانهما في التصبير ديالو او في ملي كيبغيو يتلجوه راه ديجا فيه الملحه، الا قريتو في البلاستيكه ديالو راه فيه الملح. غادي نحاول كما كتشوفوا نقلبهم، كنخليهم حتى يطيبوا وغادي نحيدهم حتى هما. وفي نفس المقله كذلك غادي نضيف عاوتاني. دائما في الاقتصاد البنات بلا ما تبقاو تغسلوا في المقله ولا تكثروا عليكم في قوه الماعن، نفس المقله كتخدموا بها. هنا درت معلقه ديال الزبده، وغادي نجيب هذا الحوت، هذا حوت ابيض صراحه زوين، خديته من عند السيد اللي كناخذ من عنده الحوت. صراحه البنات ما عقلتش على السميه ديالو، تقريبا كيقولوا ليه شكلاطه، يمكن كيقولوا ليه شكلاطه هكا قال لي السيد. كناخذ هذوك القطع ديال السمك ديالنا، غادي نشحرهم حتى هما مزيان في ديك الزبده، شويه ديال الابزار شويه ديال الملح، وهذه هي النتيجه. هنا كما كتشوفوا هادو هما العناصر اللي غادي نستعملوا في البريوات ديالنا. عندي هنايا الحوت اللي صوتيت معكم في الزبده، البانكا، فلافل، وعندي العطريه. هنا في هاد البول هذا غادي ناخد عصير ديال حامضه، كما كتعرفوا الحامض كيتواتى مع الحوت. هنا غناخد واحد 4 المعالق ديال القزبر ومعدنوس مطحونين، ديما كنقول لكم القزبر كيكون بزايد. عندي 4 الفصوص ديال الثومه، الملح، سكنجبير، خرقوم، فلفله حمراء، ضامه البنه ديال الحوت، معلقه ديال الكمون، وشويه ديال الابزار. هذه هي الشرمول اللي غادي نشرمل فيها داك الحوت ديالنا. ضامه البنات ديال السمك الا توفرت لكم، ما توفرتش ماشي مشكل. غادي ناخذ كذلك واحد المعلقه ديال الهريسه وشويه ديال زيت الزيتون البنات، تقريبا واحد 4 المعالق، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يتجانسوا لينا، وغادي نحطهم البنات فوق النار يتشحروا شويه، غير واحد 5 دقائق البنات. كتشموا واحد الريحه فنه، واحد الريحه البنات كتطلع ديال ديك الثومه وداك الحامض. غادي نديروهم في ديك البول كما كتشوفوا، فتت هذاك الحوت حيت منو الشوك، خلاص شرائح ديال البانكا ما كيكونش فيهم الشوك. فتت هذاك الحوت الاخر حتى هو، غادي نضيف لهم هاد الشرموله، وغادي نخلط كلشي حتى يتجانس لينا ونخليهم يبردوا. وكذلك كنضيف البنات حتى الفلافل اللي سبق لي وشحرت معاكم، ما تنساوهمش.
من بعد ما خلطنا هذيك الشرموله مع داك الحوت مزيان حتى شرب لينا ديك الشرموله، هنا عندي الشعريه الصينيه رطبتها ديجا البنات في الماء طايب وصفيتها. هنا غنقطعها بالمقص وغادي نضيف عليها داك الشرموله المتبقيه لينا، نحاولوا نشرملوها حتى هي، وغادي نخلطوا العناصر كاملين. صراحه البنات كيجيو بريوات رائعين، ممكن تعتمدوهم كذلك في الفطور ديالكم ديال رمضان الكريم ان شاء الله. الله يوصلنا ليه ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. يعني كما كتشوفوا هادو هما الحشوه ديالنا، وغادي ندوز هنايا البنات معكم الورقه باش نبداو نفينيو في البريوات ديالنا. هنا كما كتشوفوا عندي الورقه قطعتها على جوج البنات، وهنا عندي الزيت المائده ضفت لها واحد المعلقه ديال الهريسه باش كتعطينا داك اللون احمر لديك الورقه ديالنا، وكذلك كيجيو بنان ولذاد. ما تخافوش البنات من الهريسه. هنا كنطوي الورقه واحد شويه من الجانب، وكما كتشوفوا الطريقه ديال الطي ديال البريوات راه عادي جدا. هنا البنات درتهم انا شويه كبار، ما نبقى ندير البنات هذوك الصغيورين دابا كل مره وكيفاش، مره كنديرهم كبار مره صغار على حسب. هنا الورقه كما قلت لكم كتقطعوها على جوج وكتنيوها من الجانب بهذه الطريقه، وغتحطوا تقريبا قياس واحد جوج معالق كبار ديال الحشوه، وغادي تبداو تدوروا بهذه الطريقه. راه باين الطريقه العاديه جدا ديال البريوات، نستمروا بهذه الطريقه. وانا البنات ما كندير لهم لا كيقول ما لا البيض لا حتى شي حاجه، غير كنخشي ديك الوريقه داك الزائد كنخشيه في ديك الطويه صافي، وكنحطهم عادي. نستمروا بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندنا، وهانتوما معايا. وواحد النصيحه البنات، انا دائما مني كيكون عندي هكايا الوقت كناخذ الورقه وكناخذ الحشوه كنوجدها الحشوه حسب الاختيار، وكنفضل نوجد واحد الكميه كثيره. وكما كتشوفوا طريقه التخزين البنات تبقاو تعتمدوها، كنستفهم بهذه الطريقه في البلاطو ديالي، كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكندخلهم المجمد كيباتوا ليله كامله. من بعد كيوليو البنات مجمدين كنجمعوهم في واحد البلاستيكه اولا في بواطه، وقت ما بغيتوهم البنات كتخرجوهم من الكونجيلاتور كدهنوهم شويه ديال الهريسه والزيت، الطريقه المعتمده عندي، وغادي ندخلوهم للفران يطيبوا. وكما كتشوفوا انا البنات طيبت نص الكميه ونص الاخر احتفظت به في المجمد. غادي ندخل البريوات ديالنا يطيبوا فران درجه حراره متوسطه، كنشعلوها البنات الفران غير من التحت. ومن طبيعه الحاله ديال النتيجه ديالنا البريوات ديالنا كيجيو لذاد ومقرمشين البنات ومذهبين بداك المذاق ديال الحوت وديك الشرموله، كيجيو لذاد. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وانا متاكده انهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. والى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر.